الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة جديدة لسنة ستة ابتدائي، هنحل مع بعض المذكرة اللي احنا استلمناها من المدرسة، ونبدأ مع السؤال الأول القراءة، ونبدأ مع القراءة المتحررة. بنقول: اعتاد أحد المعلمين قديما أن المرأة ذكاؤها محدود، وأن حجم مخ المرأة أصغر من حجم مخ الرجل، وبالتالي فهي لا يمكنها استيعاب المسائل الصعبة. فجاءت إحدى الفتيات وحصلت على شهادة في الفيزياء من إحدى الجامعات، وأثبتت أن المرأة تتفوق في العلم مثل الرجل. نقول السؤال الأول: اعتاد أحد المعلمين قديما أن المرأة ذكاؤها محدود. المرأة تستطيع أن تتفوق في العلم، المستقبل. ما معنى اعتاد؟ معنى اعتاد تعود. مضاد ذكاء معروفة طبعا غباء. ما مؤنث كلمة أحد؟ ودي من الحاجات المشهورة اللي بتيجي في الامتحانات، وفي ناس كتير بتبقاش عارفاها. مؤنث كلمة أحد إحدى. أقول: سلمت على أحد الرجال، وسلمت على إحدى السيدات. طيب ننتقل بعد كده لسؤال القصة: بما عرف علي مبارك؟ عرف علي مبارك بسعة اطلاعه وغزارة علمه وقدرته على إنجاز ما يسند إليه من أعمال. ما الأمر الذي أسند إليه في مجال التعليم؟ أسند إليه عباس وضع قانون ينظم سير العملية التعليمية في المدارس. خلاص، الأمر الذي أسند إليه في مجال التعليم هو وضع قانون ينظم سير العملية التعليمية في المدارس. وضعه علي مبارك فعلا ونجح فيه على الرغم انه خارج تخصصه الهندسي، فاسند اليه عباس نظارة المعارف. فهتبقى السؤال هنا كده جابت السؤال: ما الامر الذي اسند اليه في مجال التعليم؟ اسند اليه نظارة المدارس. اذكر بعض الاعمال التي كان يقوم بها علي مبارك في مجال التعليم. كان له بصراحه نشاطات متعدده، سواء للطلبه او للمعلمين او حتى الكتب. كان يشاهد بنفسه سير العمليه التعليميه، كان يطمئن على احوال الطلاب وعلى مأكلهم ومشربهم وملبسهم، كان يتأكد بنفسه كيف يأكل التلميذ وكيف يشرب، كان يشرف على المعلمين ويعلمهم كيف أو يخبرهم كيف يلقون الدروس على التلاميذ، كان يعاون المعلمين في تأليف الكتب أو حتى وضع الكتب بنفسه، وأحيانا كان يقوم بشرح بعض الدروس بنفسه. دي الأعمال التي كان يقوم بها علي مبارك في مجال التعليم. والحق يقال يعني ان السؤالين اللي واردين في المذكره هما من اشهر الاسئله اللي بتيجي في القصه بالنسبه للفصل الدراسي الثاني. ننتقل بعد كده لدرس القراءه من درس الحياه دائما اثنان. نقرا القطعه الموجوده. بتقول: هل تقصد يا جدي ان الحياه ممتلئه بالاحداث المتشابكه والمرتبطه ببعضها البعض؟ معنى كلمه متشابكه مترابطة، اكتبها هو معنى كلمة متشابكة مترابطة أو متداخلة. مترابطة أو متداخلة. مضاد كلمة ممتلئة فارغة. مضاد كلمة ممتلئة فارغة. مفرد الأحداث الحدث. طيب، من المتحدث في الفقرة؟
مال المتحدث في الفترة؟ فبما رد عليه الجد، طبعا احنا عارفين الأحفاد هم اللي كانوا بيسألوا على الحركة اللي عملها الجد، ان هو وضع يديه متشابكتين. الجد رد عليه قال له: سأقص لكم حكاية، سأحكي لكم حكاية، الحكاية ديت هيبان منها معنى الحركة اللي احنا عملناها. فبنقول كده هو ان الجد رفع يديه متشابكتين وسأل الأحفاد: ماذا ترون؟ فقالوا الأحفاد: نرى يديه متشابكتين. قال: هذا ما أعني. ده الجد بيقول. فقال أحد الأحفاد: هل تقصد يا جدي أن الحياة ممتلئة بالأحداث المتشابكة والمرتبطة ببعضها البعض؟ فرد عليه الجد اللي هو السؤال الثاني بما رد عليه الجد، رد عليه الجد قائلا: سأحكي لكم حكاية تفهمون من خلالها ما تعنيه هذه الحركة. طيب، ما سبب فوز الزميلان في مسابقة الرسم؟ بنقول: تعاون الزميلان في مسابقة الرسم، فقام أحدهما بالرسم وقام الآخر بالتلوين. سبب فوز الزميلان في مسابقة الرسم، ها؟ بسبب تعاونهما. خلاص؟ ازبرع بنص كتاب، هتلاقي مكتوب في كتاب النص: ازبرع أحدهما في الرسم وبرع الآخر في التلوين. طيب، ماذا تعلمت من الدرس؟ تعلمت من الدرس أهمية التعاون، وإنه الطريق الصحيح للوصول إلى النجاح الباهر كل ما الإنسان يتعاون مع زميله أو مع إخوانه بيحققوا نجاحات باهرة. حول كلمة ممتلئة لمقاطع صوتية. التقطيع الصوتي يعتبر من أسهل الأسئلة. خلاص، إحنا الحرف اللي عليه حركة بيتكتب لوحده، الحرف اللي عليه سكون بيتكتب مع الحرف اللي قبله. يعني كلمة ممتلئة، لو أنا جيت شكلت تون، يعني هتتكتب إزاي؟ هتبقى الميم مع الميم. خلاص، الميم الأولانية عليها ضمة والميم الثانية عليها سكون. التاء ممتا عليها فتحة واللي بعدها مفيش سكون، اتكتب لوحدها. طيب، اللام عليها كسرة ومفيش بعدها سكون، اتكتب لوحدها. الهمزة مكسورة لوحدها، خلاص مفيش بعدها سكون. أهو الحرف اللي بعده التاء المربوطة ملونة ممتلئة. يبقى احنا كده حولنا كلمة ممتلئة لمقاطع صوتية. ناخد بعد كده من نص الحرية والمسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. تخير الإجابة الصحيحة لنا بين القوسين، مرادف كلمة استهموا يعني اضطرعوا. مفرد كلمة قوم، ودي حاجة من الحاجات اللي يعني ايه محتاجة تركيز. كلمة قوم كلمة جمع ملهاش مفرد من لفظها. خلاص، فاحنا هنجيب المفرد كلمة تانية اللي هي كلمة ايه؟ رجل. كلمة رجل ده ايه؟ تتجمع على كلمة ايه؟ قوم. كويس؟ ما الفكرة التي زي كلمة امرأة مثلا، كلمة امرأة بتتجمع على كلمة ايه؟ نساء. خلاص؟ مفيش حاجة اسمها امرأتات مثلا، نساء ما لهاش مفرد. فكلمة رجل ممكن أجمع أقول رجال، ممكن أجمع على كلمة إيه؟ قوم. ما الفكرة التي أرادها الذين في أسفل السفينة؟ الفكرة التي أرادها الذين في أسفل السفينة أن يحدثوا خرقا أو ثقبا في أسفل السفينة للحصول على الماء. يعني قالوا ده إحنا فكرة جميلة خالص إن إحنا نخرج من السفينة من تحت والمية تدخل لنا بدل ما نطلع فوق في السفينة ونجيب مية من فوق ونزعج الناس اللي فوق. تبدو كده الأول وهلة كأن الكلام ده كلام مثلا صحيح أو يمكن أو ينفع أصلا. طبعا إحنا عارفين إن الكلام ده ما ينفعش. إحنا لو عملنا خرم في السفينة إحنا مش هنجيب مية نشرب بس،
الميه تيجي بقوه لدرجه انها تغرق السفينه باللي فيها. عشان كده سالنا السؤال الثاني، بيقول وماذا يحدث لو انهم نفذوها؟ لو نفذوا الفكره دي ايه اللي هيحصل للسفينه؟ هل يا ترى هيشربوا بس ولا السفينه هتغرق؟ طبعا السفينه هتغرق. يبقى ما الفكره التي ارادها الذين في اسفل السفينه؟ ان يحدثوا ثقبا او خرقا في اسفل السفينه للحصول على مياه للشرب وعدم ازعاج الذين في اعلى السفينه. طيب نيجي للفقره الثانيه، ماذا يحدث لو انهم نفذوها؟ لو انهم نفذوا هذه الفكره ستغرق السفينه بمن فيها سواء في الطابق الاعلى او في الطابق الاسفل، اللي عمل الغلطه واللي ما عملش كله ايه؟ هيغرق. ما الجمال في اعلاها واسفلها؟ سهله طبعا وعارفينها قبل كده كتير وحافظينها، اعلاها واسفلها الاثنين بينهم وبين بعض تضاد، واحنا عارفين ان التضاد يقوي المعنى ويوضحه. ماذا تعلمت من هذا الحديث الشريف؟ اتعلمت من الحديث الشريف ده ان الحريه ليست مطلقه. يا ريت يا جماعه نكتب الكلام ده. ماذا تعلمت من هذا الحديث الشريف؟ رقم واحد ان الحريه ليست مطلقه، رقم اثنين ان الانسان حر ما لم يضر، ان صمت البعض على اخطاء الاخرين يضر بالكل، اللي غلط واللي ما غلطش كله هيتضر. طالما تقدر ترد على واحد غلطان لابد انك ترجعه عن خطأه، لان في الوقت ده الخطأ مش هيتعاقب عليه هو لوحده، للاسف الخطأ هيصيب ايه؟ الكل. احنا بالشكل ده كده يبقى احنا تقريبا خلصنا الورقه الاولى وننتقل للورقه الثانيه. من نص في رحاب الانسانيه، يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا فحمة ولا انت فرقد، انت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. معنى كلمة فرقد، معنى كلمة فرقد هي نجم. في السماء. ما مضاد تامل بوجهك؟ تامل بوجهك ده يعني تبتعد بوجهك، يبقى عكسها تقترب بوجهك. تامل بوجهك تدنو بوجهك، تنفع يعني. خلاص جمع اللؤلؤ اللآلئ. أنا بالإلكتروني جمع اللؤلؤ اللآلئ. ال من الذي يخاطبه الشاعر في الأبيات؟ يخاطب الشاعر في الأبيات الإنسان في كل زمان ومكان. ماذا يطلب منه؟ يطلب منه أن يكون متواضعا، خلاص، وألا يتعالى على غيره من الناس. ما نوع الأسلوب فيه؟ لا تمل بوجهك، لا ده هي يا جماعة دي أداة نهي، خلاص، لا تمل بوجهك، لا تبتعد بوجهك، يبقى نوع الأسلوب أسلوب نهي، غرضه النصح والإرشاد. كيف أثبت الشاعر عجز المتكبر وحاجتي لغيره؟ دي سهلة خالص، إن الإنسان المتكبر ده لا يستطيع أن يصنع الحرير الذي يلبس، هو لا يستطيع أن يصنع اللؤلؤ الذي يتقلد. كلمة يتقلد ده يعني يعملوا قلادة كده سلسلة، خلاص، وبالتالي هو محتاج لغيره، خلاص، يبقى مفيش داعي لإيه؟ للتكبر أبدا. السؤال الرابع النحو السهل اللي كلنا بنحبه، ويعتبر سؤال يعني الناس كلها بتبقى شاطرة فيه ومتفوقة. إن العلم أساس التقدم في كل المجالات، ومصر تهتم بالعلم والعلماء، فهم يحققون النهضة لأمتهم، فاحرصوا على طلب العلم النافع
حتى يتحقق الاستقرار والرخاء، واعلموا أن ذا العلم والأدب يعش محترما بين الجميع. أعرف ما تحته خط، أعرف ما تحته خط كلمة أساس، إن العلم أساس، إحنا طبعا شايفين هنا إن حرف ناسخ، خلاص العلم ده اسم إن، حكمت على العلم بإنه أساس، يبقى أساس ده خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم، خلاص. هم يحققون النهضة، ويحققون ده فعل، واو الجماعة دي هي الفاعل، بيحققوا إيه النهضة، يبقى النهضة ده مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح. فاحرصوا على طلب العلم النافع حتى يتحقق، حتى دي خدناها إن هي أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، وجاي بعدها فعلا فعل مضارع أهو، فنقول إن الفعل المضارع ده منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نحط فتحة مش واعلموا أن ذا العلم، أن دي حرف ناسخ زيها زي إن دي، بس هنا الهمزة تحت وهنا الهمزة فوق، وذا اسم إن من أسماء اسم أن من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه الألف. طيب إحنا قلنا الأسماء الخمسة لازم يجي بعدها مضاف إليه، فالعلم ده يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة حرف الكسرة، خلاص. استخرج من العبارة السابقة ما يأتي، هو بس هنا يبدو إن في خطأ في الطباعة، المفروض أعلموا أن ذا العلم والأدب يعيش محترما، كلمة يعيش فالمفروض هيبقى فيه نوع إيه؟ ياء صغيرة بالشكل ده. واضح؟ طبعا دي زيادة، احنا بنكتب يا جماعة بقلم الكتروني، فيعني العملية يعني ايه؟ بتبقى بطيئة شوية. اعرف ما تحته خط، خلاص. اللي بعده استخدم من العبارة السابقة ما يأتي حالا واعربه، خلاص. الحال له اعراب واحد دايما منصوب، يعيش كيف يعيش، احنا قلنا الحال ينفع يتحذف ويتكتب مكانه كلمة كيف ويتعمل سؤال، فما اقول كيف يعيش ذا العلم والادب، الاجابة يعيش محترما، يبقى محترما ده هي حال واعرابها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. تقول هات فعل من افعال الخامسة واعربه، احنا جبناه بالفعل اللي هو كلمة يحققون، ده فعل من الافعال الخمسه، ما فيش قبله اداه نصب ولا اداه جزم، يبقى فعل من الافعال الخمسه يحققون اعربه، هو فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون. نعتا واعربه على طلب العلم النافع، خلاص. العلم دي تتعرب مضاف اليه، يبقى المضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره، يبقى النافع برضه نعت مجرور وعلامه جر الكسره. هات اسم من الاسماء الخمسه واعربه، احنا جبنا فعلا كلمه ذا، ده يبقى اسم ان منصوب وعلامه نصبه الالف. فبيقول في المثال رقم ج شربت ماء صافيا، حول النعت في الجمله الى حال. هو المثال سهل طبعا، احنا قلنا نكرتين، ادي نكره اهي وادي نكره اهي، يبقى النكره الثانيه نعت، عشان اخليها حال اخلي الكلمه اللي في الاول معرفه، فهضيف هنا اهو الف ولام، اقول شربت الماء صافيا، كده بقت صافيا حال، اذا خليت كلمه الماء ده هي معرفه يبقى بقت صافيا حال، اذا خليتها نكره ونكره نكرتين تبقى في الحاله دي صافيا، هتبقى ايه؟ نعم. بس برضو كلمه كده تتقال الماء والحال زيهم زي الخبر، في نعت جملة وحال جملة، يعني النعت مفرد وجملة وشبه جملة، والحال مفرد وجملة وشبه جملة، زيهم زي الخبر بالظبط. فبيجي من ضمن الأسئلة اللي تيجي في الامتحان يقول لك هات نعت وبين نوعه. إحنا عندنا في ستة ابتدائي النعت المفرد بس، فما بيقول لي هات نعت وبين نوعه، أجيب النعت وأقول نوعه إيه؟
مفرد، يقول لك هات حال وبين نوعه، جبت حال يبقى نوعه مفرد. احنا عندنا في سنه سته جزئيه واحده بس اللي هو النعت المفرد والحال المفرد. فاذا جالك سؤال افتراضا، يعني انا بجيب لك حاله افتراضيه هي حصلت قبل كده في سنه من السنين، انه جاب نعت وقال بين نوعه، طبعا الناس ما كانتش عارفه نوعه ايه، فاحنا بنقول اهو اذا قال لك هات نعت او هات حال وقال لك بين نوعه، انت عندك في سته ابتدائي النعت المفرد بس، الحال المفرد بس، فلما يقول لك نوعه تقول نوعه مفرد. خلاص؟ هنرجع بقى ناخد نوع النعت ونوع الحال، الكلام ده في اعدادي ان شاء الله لما ناخد النعت الجمله والحال الجمله. بنقول هذا فم ينطق بالحكمه، اجعل الكلمه التي تحتها خط، برضه في هنا خطا في الطباعه، هي كلمه فم هي اللي تحتها خط نهائيا، اجعلها من الاسماء الخمسه. كلمه فم عشان تبقى من الاسماء الخمسه هنشيل الميم ونحط مكانها ايه؟ واو. هذا فو. ينطق بالحكمة. فهم يحققون النهضة لأمتهم. أدخل لم على الفعل المضارع، الفعل المضارع فين؟ يحققون. طيب ده فعل مضارع عادي؟ لا مش عادي، ده من الأفعال الخامسة. فبيقول دخل لم، لم دي أداة جزم. فهم لم مش هتنفع يحققون بقى، لأن لم أداة جزم، يبقى الفعل المضارع مجزوم، هنتحذف النون خالص ونعوض مكانها بألف. هم لم يحققوا النهضة لأمتهم. نقول وضح الفرق بين ما تحته خط في الجملتين. بيقول فيك صفات عظيمة. فيك هنا ديت كلمتين. في حرف جر، والكاف ده ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. يعني فيك صفات عظيمة، فيك الأولاني دي جر ومجرور. لكن لما اقول نظرت الى فيك المغلق، المغلق قصده فيك فمك يعني بقك، كويس؟ فكلمه فيك هنا مختلفه عن كلمه فيك اللي فات، هي برضه كلمتين، بس كلمه فيك دي اسم من الاسماء الخمسه مبرور وعلامه جر والياء. طب والكاف هتبقى برضه ضمير متصل مبني، بس مش محل جر اسم مجرور زي ده، ده هيبقى في محل جر مضاف اليه. الصورتين يا جماعه اللي احنا جبناهم دول النماذج اللي احنا استلمناها من مذكره المدرسه، واحنا انتهزنا الفرصه وحلينا معاكم الامتحان الاول. طبعا احنا بنتمنى للجميع النجاح والتوفيق، نتمنى نشوفكم في احسن حال، ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله. عموما احنا كده حصتنا انتهت، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.